وهذا سائل يقول: هل عدم تزيين المرأة لزوجها باللباس وتسريح شعرها مبرر لهجرها ووعظها؟ نعم، هذا من حقوق الزوج عليها أنها تتنظف وتتجمل له، فإذا لم تفعل ذلك فقد نقصت حقا من حقوقه، فعليه أنه يعظها ويذكرها، فإذا لم يؤثر هذا فيها فإنه يهجرها حتى ترتدع عن هذا العمل. نعم.